ناعظة بين جمال معتوق وموظف بعمالة الجديدة، اسمعوا المكالمة. نعم لله. نعم، الاسم الكريم، شرفنا بالاسم ديالك. هذا قسم اقتصادي واجتماعي، لأنني ما عرفتكمش نتوما شكون. نعم دكتور، إذا حنا مباشرة على الهواء كاين الحال مع الدكتور معتوق، تفضل دكتور. لا لا لا، واش شكون عيط ليكم؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مالك مخلوع؟ ما عندك ليش تخلع؟ حنا كنهضروا معاك في لا التليفون. مخلوع والو، غير هو عيب شوي عليك. ايه عيب شوي عليك، تشاورت معايا ما والو. عيب شوي عليك، احنا نتشاوروا معاك ولا ما عجبكش الحال قطع التليفون، ما كاين حتى مشكل. عيب شوي عليك وما تقلقش. ما مقلقش الشريف، انت اللي خاصك تقدم نفسك بعدا اولا وتكون عالمني بانك راك في الهواء مباشره. راه علمناك جوج مرات. خلي 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 يزيد هضر. لا فراسي حتى شي حاجه. تفضل زيد. السلام عليكم، رحنا في الهواء مباشره. زيد تفضل زيد، شنو عندك شي ملاحظه اخرى؟ مرحبا زيد. اولا مره اخرى علمني رحنا عندنا شي لقاء في الهواء المباشر. تفضل. ونعرفوا شكون خاصني يتصل بك، واش انايا شخصيا؟ راه كاين مسؤولين، ما كاينش اللي جاي يهضر. اي تفضل. الاداره هذي. لا تفضل زيد. واش دابا كتهضر معايا باسم العماله ولا باسم ماش؟ اللي بغيتي تختار دابا انت، تسالي الملاحظات ديالك. انت ليش بغيتي شويه؟ شنو علاش اتصلتي بيا دابا؟ وخليتيني انا نهضر باش نقول لك علاش اتصلت بيك؟ نعم اسيدي. انا ما خليتنيش نهضر، انا هضرت معك وشفت انت مخلوع. غيب شوي عليك، غيب شوي عليك، حنا بغينا نهضروا على واحد المشكل عندنا. اشتري شتي كتعيط فيا. غتقول لنا واش انا ممكن. تقول يا بابا واش غتقول لنا؟ غتقول لنا واش ممكن؟ شنو هو؟ واسمعنا، غتقول لنا واش ممكن نجاوبكم ولا ما يمكنليش نجاوبكم وانتهى الامر. وانت هالامر انا بصفة عامة قلت لي على الهواء مباشرة. هي ما شنو هي العيب الا كانت؟ خاصني مع من غنهضر واسم الموضوع غنهضر فيه، واش انا اللي خاصني نهضر او لا مسؤول اكبر مني او الى اخره. وانت راه تعيط فيا في التليفون، هذا راه ماشي مستوى السويف. دويت معاك بابا راه ماشي اسلوب هذا. انا قلت لك غير مادام الهواء مباشره ديجا شديتيني في الخط جاوبت على التليفون، احنا في الهواء مباشره. مع من تشاورت يا سيدي؟ شكون قال لك انا باغي نبان في الهواء مباشره؟ وشكون قال لك انا اللي عندي الحق نهضر راني في العمالة دابا كنهضر، ماشي في الزنقه، ماشي عيطت لي في البورتابل ديالي الشخصي. عيطي لإدارة مؤسسة تسميتها العمالة الجديدة فيها مسؤولين كل واحد وبدا يهضر في الجانب اللي كيخصو، ومن بعد استشارة مع المسؤولين عاد تهضر. ماشي سلام عليكم رحنا في الهواء مباشرة نقول لينا شنو كاين. اسمح لي يا شريف. صافي ساليتي. أنا مضطر باش نقطع معاك. ساليتي يا شريف ساليتي. السلام عليكم الإخوان أخوات، مرحبا بكم فيديو جديد. كما سمعتوا الجمال معتوق برنامج اللي كيدوز في راديو أصوات كاين الحل مع جمال معتوق، اللي دارت المكالمة ما بينه وبين موظف بعمالة الجديدة، وجهود كبيرة كيديرها جمال معتوق في الرد على استفسارات المستمعين ويعالج مواضيع بموضوعية وحياد، بدلا من التسبب في توتر وانعدام الثقة يستمع الدكتور بعناية ويمنح الطرف الآخر فرصة الرد، مما يعزز التفاهم ويحترم كرامة جميع الأطراف. نسي تتخلعوا؟ لا هذا ما مخلعش دكتور، لانه شنو هذا؟ هذه ماشي خلع، هذه الطريقه باش كيجوب اللي مخلوع غادي يقطع تليفون وما يعتذرش حتى. لا الخلعه الخلعه كيعبروا عليها سبحان الله على المفهوم اللي عنده ديال الاداره. تيسحبوا الاداره قطع خاص. راه كتعيط الاداره العماله ديالها. ايه سبحان الله. على ما بان ليا الموظف كترعد وقال ليه
جمال معتوق ملك مخلوع، وقيل بحال الا مرضاش الا نجينا نهضروا على الموظفين، راه اغلبيه ديالهم ملي كتمشي لشي اداره كيحسبوها ديالهم شي حاجه خاصه، ماشي راهم خدامين او لخدمه الشعب. كتعيط الاداره؟ راه الاداره العماله هذه عملت جديده. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الله يكثر خير، شوفنا السيد العامل واش كاين، الله يجازيك بخير. ولا الكتابه ديالو ولا مدير الديوان الا جا على خاطرك. واخا الله يعطيك الخير. ما يمكنش المغرب ديالنا يتقدم باداره كتشتغل بهذه الطريقه، ما يمكنش. الو دانت وضع تليفون جانبا، نديرو محاوله. كتابه ديال كتابه السيد العامل. اييه الله يجازيك بخير. إذا حنا مازال كنتظرو كنذكر مباشرة على الهواء، السيد قالك ما خبرتونيش. حنا مع السلامة. لا ماشي ما خبرتونيش، راه كتهضر مع العمالة، راه الإدارة هادي تحبوا الإدارة مخوصصة، راه عارفين الإدارة راه ديال المواطنين، وكيمكن لهم يقلبوا على معلومة في العمالة، والإعلام عنده الدور تيقوم به ديال التوعية والتأطير والتحسيس والمرافقة. هاد السيد هذا مازال عنده أفكار قديمة بزاف، كاع التضحية اللي ضحاو الناس اللي ناضلوا من أجل المغرب اليوم، هاد المغرب اللي حنا اليوم على رأسهم الملك، التضحيات اللي قام بها باش المغرب يوصل فين وصل اليوم عالميا، ويجي موظف كيقول لك أه العمالة هادي أو 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 زعما داخل فندق. مالك كنبحثوا فقط على كيفاش نعاونوا السيده فاطمة، خاصها لقاء مع السيد اللي شاد لها الكريمه ديالها. الو ما كيجاوب حتى حد، ما كيجاوب حتى واحد، ومدير الديوان حتى هو ما كاينش. ما تقطعش السيد شويه كيهضر شي شويه مخلوع ومقلق وداكشي، حنا ما بغيناش كاع نقولوا حنا منين جينا، ما قلنا لا دوزنا ستوندار ولا حتى شي حاجه، باش حنا بغينا شي واحد اللي مسؤول اللي يتكلم معنا، يعني اللي يشرف العماله، فهمتي؟ بحال هاد التشريف اللي داير لها نتايا، اللي انت كتواصل معنا وشاد بيدينا وغادي معنا مصلحة لمصلحة، هاد الشيء اللي كتقوم به انت كيشرف. وقيلا ما عرفكش نعاود ندوزك. لا 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 غتخلق مشاكل لراسك نتايا، انت دابا انا بغيت غير نشكرك. نشكرك انت على التواصل ديالك معنا. هاد السيد هذا، هاد السيد هذا اه راه احتمال ما السيد اللي كيشرف انسان طيب. لا دابا حنا بغينا غير الكاتبه ديال السيد العامل باش نخليوها الرساله باش عاود غدا نعيطوا في هذا الملف. فهمتي؟ دابا هادشي باش بغينا يتوصلنا السيد العامل نخليوها غير رساله، واش مدير الديوان ولا الكتابه ما كايناش، ما كاين حتى واحد. بلاتي بلاتي نعاود.